السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير. اليوم جيت نقدم لكم الطريقه نتاع التحضير نتاع المصاصات اللي كتجي اكثر من رائعه، وكنستعملوهم الاغلبيه في عيد الميلاد اولا في السبوع. المقادير ديالها بسيطه جدا، وحتى الطريقه ديالها سهله. وكنحتاجوا في المقادير 3 تاع ابيض بيض، ملعقه كبيره نتاع النشا اولا مايزينا، 120 غرام تاع السكر سنيده، 60 غرام تاع سكر كلاصي، عندي حنايا رشه ملح، عندي حنايا الالوان غذائيه. غادي تستعملوا اي الوان غذائيه كتفضلوها، ضروري تكون تعقيل. وعندي هنايا الاعواد، راه الاعواد راهما متوفرين في جميع المحلات وفي جميع الاشكال والالوان، فعلى بركه الله. غادي نبداو. اول حاجه غادي ناخذ ابيض بيض، وغادي نديرو رشه ملح، وغادي نطلعوا الابيض البيض مزيان. وحنايا كنطلعوا غادي نضيفوا السكر سنيده، وغادي نجهدوا في السرعه. انا نقصت السرعه باش غادي تسمعوا ليا. ودابا غادي نطفيو عليه الماكينه، خص يكون الكريمه او الابيض البيض كيلصق هنايا، خص يكون قاسح. الا دار لكم هكا عاد وقفوا، الا كان جاري غير زيدوا، بقاو كتضربوه مزيان. ودابا غادي نضيفوا النشا او المايزينا اللي كانت متوفره عندكم في البيت، وغادي نديرو السكر كلاسي. ودابا غادي نخلطو، خصنا نبقاو كنخلطوها مزيان باش النشا والسكر الكلاسي ينسجم مع الخليط مع ابيض البيض. ودابا راني قسمت الخليط على ثلاثة، كما كتلاحظوا ثلاثة. هاد الجوج غادي ندير فيهم الالوان، هذا غادي نخليه هكاك ابيض. انا اختاريت اللون الوردي وليلى، اي لون كتفضلوه. غادي ندير شويه نتاع الوردي هنايا، وغادي نخلط وغادي نزيد، نشوف على حسب الدرجه اللي بغيت انا اللون يكون. قلت لكم الملون يكون قيل احسن، احسن من الملون يكون بودره، حيت هو اللي كيصلح هنايا. غادي نزيد، حيت بغيت يكون الغوص يكون باين. راحت الملونات الغذائيه اللي عايشين في المانيا، راه هي هما موجودين، كاينين في غيال وفي غيف وفي ايديكا موجودين. غادي نخلط مزيان، هاد اللون اللي بغيت انا. وهنايا بغيت ندير اللون ليلى، غادي نخلط. ودابا غادي ناخذ ورق نتاع الزبده اللي غادي يدخل الفران. وهنايا خديت جيب حلواني، درت كل لون بوحدو، وعندي هاد البوق اللي كيقلب على هذا، راه شريته من علي اكسبريس. تقدروا ديروا كل لون بوحدو وكيجي معاه بزاف نتاع هذا نتاع الرؤوس. دابا على بركه الله غادي نبداو. هذه هي الطريقه اللي هي مهمه، غادي ندير واحد النقطه اللي هي صغيره، واحد النقطه صغيره
هنايا، وغادي ناخذ الاعواد، غادي ندير هنايا عود نحطو هنايا على بركة الله. غادي نبدا دابا تشكيل، هاد الطريقة. غادي ندير معكم الطريقة الثانية او لا واحد العملية اخرى باش تكون الصورة واضحة. هاد الطريقة ندير معكم الثالثة. ها هي كيفاش كيجيو. ودابا غادي ناخذوا هاد الحلوه اللي هي كتباع، كتبقى اختياريه، ممكن تخليوها هكا، ممكن تضيفوا عليها شي لمسات. انا بغيت نضيف عليها هادو الفوق باش كتعطي واحد اللمسه رائعه. غادي نقربها معاكم حيت الكاميرا شويه من بعده. ها كيفاش كتجي، نزيد شويه منها. من بعد غادي ندخلوها للفران على درجه الحراره 80 درجه، الاقصى درجه 80 درجه. من بعد ملي غادي نخرجوها من الفران غادي نخلوها ماكسيمال جوج سوايع، ما نقربوش منها حتى تماسك مزيان. فبعد ما خرجته من الفران ها كيفاش كيكون الشكل ديالو، كيجي رائع. وبغيت نقول لكم واحد الحاجه قبل ما ننسى، راني درت واحد الغلط. قلت لكم في الاول 80 درجه وتخرجوه وتخليه جوج سوايع، ديك غلط اللي درت. خصي يبقى جوج سوايع في الفران على درجه الحراره 80 درجه، جوج سوايع. واللي عنده الفران تاع فيه الفرفار يديروا على الفرفار احسن، قندوش يدير من تحت ومن الفوق على درجه الحراره 80 درجه. والمده جوج سوايع. ها كيفاش كيكون، كيجي رائع. غادي نقربها لكم، ها هو منا. خلي الطريقه نتاع التزيين في فيديو يكون منفرد. ودابا غادي نحضر معكم ميك بوب اللي هو سهل في التحضير، اللي كنحتاجو فيها الكيكه العاديه اللي درت فيها هنايا فقط 3 نتاع البيضات مع كاس نتاع الزيت والسكر والخميره نتاع الحلوه والكاس نتاع الحليب والدقيق وخلطهم الكيكه العاديه. وعندي هنايا ملعقه صغيره نتاع كريمه نتاع اللوتوس، وعندي هنايا الجبن كريمي، اي جبن كتفضلوه ماشي هاد الماركه، اي جبن. فعلى بركه الله في الاول ضروري غادي نطحنوه مزيان باش يولي بحال الدقيق. ودابا بعد ما طحناه غادي نضيفو الكريمه تاع اللوتس، الا ماشي متوفره ديروا فقط النوتيلا. وغادي نضيف الجبن الكريمي، غادي ناخذ ملعقه كبيره، والا حسينا ما تجمعش لينا كنضيفوا الجبن الكريمي. غادي نخلطوه، من بعد ما طحناهم هذه الطريقه كيكون رطب ونقدروا نشكلوه. دابا غادي ناخذوا الميزان تاع المطبخ باش غادي نوزنوا فيه الكويرات باش
كامل غادي يكونوا مقادين بحال بحال، ماشي غادي تجي لينا واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. غادي نشوف هذه، هذه فيها 30، غادي نبقى نتبع على 30 20 او 30 بحال بحال، يعني بنفس الحجم. غادي نشوف هذه، هذه 30، وغادي نبقاو مستمرين حتى غادي نسالي كاع العجينه اللي عندي هنايا. من بعد غادي ناخذ اما الشكلاط البيضاء او الكلاصاج، كنفضل كلاصاج على الشكلاط البيضاء بطبيعة الحال. عندي الاعواد هادو الى سولوني شي واحد، هادو شريتهم من الي اكسبريس، من الموقع كيكون هاديك الموقع فيه كل شيء صراحة، ورخاصين هادو، فيهم جميع الالوان. كنت بغيت اللون الوردي ولكن تقاضوا ليهم، كان باقي غير ليلة، قلت معليش غادي نسلك به. غادي ناخد هنايا هذا، غادي نورك عليه ولكن غادي نبقى نقاد. الطريقة غادي نحطو على جنب باش يتماسك ليا هاد البلاصة. غادي ندير معاكم التانية، كيك بوب كاين فيه جوج تاع الطريقات، انا كنستعمل هاد الطريقه، وكاين الطريقه الثانيه اللي عندي الاله ديالها حتى هي زوينه، غير هي كتشد شويه تاع الوقت تاع الاله، هذه شويه كتجي اسهل. هكا، وغادي نبقاو مستمرين حتى غادي نسالي كاع الكويرات اللي عندي هنايا. ودابا بعد ما متماسك ليا شويه هنايا، غادي نغطسو هنايا في الشكلاط البيضاء. وعندي هنايا بغيت نوري لكم هادو، هادو انا شريتهم من تادي كما كتلاحظوا، الثمن ديالو اورو و75 سنت، في هاد العوينات والفم والودنين وهذا. غادي نزين معاكم، غادي نديروه في الشكلاط زيان. طريقة غادي نحطوه، من بعد غادي نزينوه. غادي ندير هنايا هذا، غادي ندير الودينات منا، غادي نحط العينين، ها كيفاش كيجي. غادي ندور لكم باش غادي تشوفوا ها كيفاش كيجي، غادي نزومي عليه. ان شاء الله النتيجة النهائية غادي تشوفوها في الطاولة نتاع البيفي نتاع عيد الميلاد.